انظر إلى الإسلام كيف يساو فهم حقيقة الدين الذي جمع القلوب، فيا سمو طريقتي. إذا قال لك قائل: ما هي الحكمة في عدم جواز سفر المرأة بلا محرم أو زوج مع أنه في هذا الزمان أمان أكثر من العصور الماضية؟ فقل: هذا فيه محافظة عليها وصيانة لها، إذ المفسدة لا تزال موجودة، فإن كثيرا من أهل هذا العصر فساق. وإذا قال لك قائل: ما هي الحكمة من أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أمر بإنذار عشيرته الأقربين، وما معنى؟ فقل: معناه ابدأ بهم، لأن الحكمة تقتضي ذلك. الداعي إذا بدأ بدعوة عشيرته يكون أقرب للقبول عند الناس، لأنه لو بدأ بغيرهم لقالوا له: كلم عشيرتك قبل أن تكلمنا، والله أعلم وأحكم.